يعني انتم تعلمون النفط كما سبق ان تحدثنا هو سلعه اقتصاديه سياسيه. نعم. وعوامل سياسيه تؤثر يعني اكثر من اقتصاديه ربما. لكن مع ذلك عمليه النمو الاقتصادي بالعالم بشكل عام متواصله، ويردون يعوضون على ما عانته كثير من الدول من كوفيد 19 كورونا. والنشاط مستمر بالاخص هذه مجموعه جي 20 الاوروبيه وترأسها ايطاليا. متفائلين بعملية النمو الاقتصادي حتى يعوضون عن هذه الفترة. الآن يسير بشكل بطيء يعني هذا النمو، وربما إلى نهاية السنة أو بداية الربع الأول من العام القادم قد يرتفع إلى 100 دولار. يعني النمو الموجود وارتفاع بالأسعار يبشر، بالأخص المنافس الآخر اللي هو الغاز، هناك ارتفاع هناك طلب على الغاز. نعم. تعلمون أنه النفط مادة يعني الطاقة ملوثة، الغاز قليلة التلوث، فالطلب على الغاز وسعر الغاز ارتفع بشكل كبير. نعم. البديل النفط راح يتحولون، لأنه معنى أنه تخسر هذه الشركات إذا تستمر تستعمل الغاز بارتفاع الكلفة. طيب. فالنفط راح يصير طلب عليه ويتواصل، يعني يرتفع سعر النفط لأنه الخزين الأمريكي خفض نتيجة الأعاصير التي هبت على الولايات المتحدة، فأدى هذا إلى أن يتعطل الإنتاج وارتفع سعر النفط. طيب، يعني ما شهده قطاع النفط من انخفاض في السنتين التي مضت، أو السنتين التي مضت هي الكورونا. يعني اليوم هنالك موجة خامسة أثارت يعني مخاوف دول أوروبية، وهنالك أيضا محاولات لإغلاق. هل تعتقد بأن ارتفاع النفط هو سيرتفع بالرغم من ذلك؟ لا، هي الآن أصبحت هناك تجربة وخبرة. أنت تعلمون الكل صار رعب فظيع من كورونا من دخلت. يعني كان ينهض الرئيس الأمريكي صباحا هائجا من تأثيرات كورونا، لا يدري لا يعلم العلاج. يعني صراع بينه وبين المستشار الصحي. الآن يعني العملية صار استيعاب لها شلون نقدر نستوعب تأثيرات البطالة وانخفاض الإنتاج وكذا. فأكو عملية نمو متواصلة رغم أنه يتلقون كورونا 30-40 ألف يوميا. نعم. لكنه لا زال هذه البلدان مصممة على عملية النمو. طيب. تحقيق الناتج الإجمالي نمو متواصل. نعم. طيب سيدي، بارتفاع أسعار برميل النفط الآن وهناك توقعات لارتفاعها بشكل أكبر، هل ممكن استثمار هذا الارتفاع بأسعار النفط لتفعيل فعلا الدور الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وأيضا يعني أخذ الحذر مما مرنا به بأزمات سابقة خطيرة مرت بالموازنات السابقة؟ كيف ممكن استغلال هذا الارتفاع برأيك؟ بالتأكيد، يعني أحب أن أجيب على القسم الأول من السؤال. نعم. دائما الموازنات عندما توضع ما توضع بسعر النفط الموجود لكي لا يصير تورط في هذه العملية. الآن مقترح أنه بين 55-60 بالموازنة يدخل سعر برميل النفط. يعني لازم يكون عندي سيناريو. أنا أتحدث عن 2022 مضبوط. نعم. ما أخذ السعر الحد الأعلى، لأن يعني تورطنا سابقا ودفعنا الثمن غالي. قد يجوز أن نسوي موازنة، يعني سيناريو آخر موازن في حالة انخفاض. فأنا أحتاط مقدما، إذا صار عندي فائض أقدر موازنة تكميلية، عندي أنا نواقص ديون أسد الديون بها وأقدر العفو السؤال. سألت حضرتك يعني بارتفاع أسعار النفط هذا كيف ممكن استغلاله لتفعيل مثلا الموازنة وإبعادنا عن خطر شبح الأخطار التي مرت بنا سابقا؟ هل هو بتفعيل المشاريع التنموية وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام؟ نحن الاقتصاد العراقي لا زال أعتبر اقتصاد معوق. نعم. لأنه يعتمد على سلعة واحدة والريع النفطي. إذا أستطيع أنا أن أغير بالفوائض، وكل سنة نعيدها وما نغير، أن نقلص الاعتماد على الريع النفطي ونشغل القطاعات الإنتاجية، صناعة، زراعة، سياحة، نقل، تشغيل الأيدي العاملة. يعني الصناعة سأستوعب أكبر عدد ممكن من القوى العاملة. نعم. إذا قضيت على البطالة، قضيت على الفقر، تحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام. نعم. ما أبقى أعتمد على الريع النفطي. نمو الاقتصادي ما يحدث فقط بالريع النفطي. والتوزيع يعني عدالة اجتماعية بتوزيع الدخل
عامل أساسي في رفع مستوى البلد اقتصاديا. هو سيد ارتفاع أسعار النفط هاي ممكن أن نستغلها يعني سد العجوزات السابقة أم تفعيل المشاريع؟ أقسم المبالغ يعني أولا صندوق سيادي نعم. أول شيء نعم. ثانيا أسد الديون والعجز نعم. الموجود ربما السنة عجز افتراضي ما راح يكون. النقطة الأخرى هو دور القطاع الخاص، إذا ما أقدر أتفعل دور القطاع نعم. التركيبة البنيوية الاقتصادية العراقية يجب أن تتغير، أقلل النفقات المصاريف ماذا أقدر أقلل سنوية نفس العملية 75% من الموازنة تشغيلية والباقي استثمارية نعم. والاستثمارية أيضا تروح نعم. إلى منافذ أخرى، هذا العلاج الصحيح البنيوي نعم. لتنمية الاقتصاد وتجنب المخاطر اللي قد تحدث، وتسعيرتي بال 55 إلى 60 هو حماية لي.